مسي عليكم بالخير مره ثانيه من ليالي الكويت تلفزيون الكويت. الهاشتاج حطيناه ليالي الكويت. طبعا نبيكم بس تشاركون معنا شنو اللي مخوفكم من لقاح كورونا، يعني شنو اللي يخليك تقول لا انا ما ابي اخذ هاللقاح، شنو انت معارض هذا الشيء، شنو السؤال اللي موجود في بالك؟ انزين احنا عارفين ان او ذاك اليوم كنا نتكلم في البرنامج عندي ان الخوف دائما موجود عند الانسان من امور كثيره. سنة صار لنا خايفين من كورونا، الآن اللي بعده هي خلط ما بين الآن والحين. صارت الآن. الآن صار الخوف من لقاح كورونا. إنزين سنين اللي فاتت إنفلونزا الخنازير، إيدز بالثمانينات، هربيز، يينا إلى الآن صار في عندنا شيء يعالج الخوف هذا، لكن الناس هم خايفة. هل هو خوف من التغيير، خوف من اللقاح نفسه؟ قلنا اليوم نشوف وزارة الصحة. طبعا اليوم معنا البروفيسور خالد السعيد، عضو اللجنة الاستشارية لكورونا وعضو لجنة لقاح كورونا. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شلونك؟ والله الحمد لله. مساك بخير. مشكورين. كنا ما قدرت على القعدة ها؟ والله ان شاء الله باستشتاش. اي والله لو ادري كذي. الله يحفظك. من وجهة نظرك الناس شفت ردة فعلهم من اول ما قالت الكويت ان هي او بدت تعطي الجيت واي علشان الواحد يسجل حق اللقاح، فقاموا كل واحد يقول لا ما راح اسجل، لا ما بي، لا عندي شروط، ليش ما يعطون فلانه ولا فلان ولا هالقطاع هذا كله. التخوفات هذه كلها وصلتكم كونكم لجنه وواجهتوها؟ طبعا. شنو اكثر شيء شفتوه يتخوف من الناس؟ انا اقدر اقول لك اول شيء ان الناس بعد ما شافوا ان اللقاح راح يوصل ان شاء الله اي بدأوا يسألون الأسئلة الصحيحة. تمام. يعني يمكن أنا قاعد أشوف الحين غير الصورة اللي ناس ثانيين يشوفونها، يمكن لأن يسألونني يبي يعرفون رأيي. أي. فقاعد أشوف إنه بدأوا يسألون أسئلة صحيحة. قبل يشوف السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي يدز فيديو بدون ما يشوفه. صح. الحين لا، صارت الصجية. فشو يسوي؟ يقول لا من أسأل، أسأل فلان وفلان وفلان. فقامت توصل المعلومة. لما الإنسان يسأل السؤال الصحيح يحصل على الجواب الصحيح، يتخذ القرار الصحيح. فعشان كذي أنا أعتقد أن أعداد الناس اللي راح تسجل للقاح راح تزيد. أنا توني قبل شوي قاعد أشوف إحصائية في أمريكا. تمام. فرق بين سبتمبر والحين اللي كانوا يترددون ياخذون اللي رفضوا اللقاح أي. كانوا 20% رفضوا رفض قاطع. أي. كانوا 20% في شهر سبتمبر، نزل إلى 15%. حلو. تمام. فهذا دليل ان لما تصير الصجيه الكويتيين الانسان يفكر بمصلحته، يدور المعلومات أي. ويحاول انه يتخذ قرار لان صحته وصحه اهله. فانا اعتقد ان الحين الامور راح تبدا تتغير شوي شوي، الناس راح يبدون يفكرون بواقعيه اكثر. حلو. بروفيسور في عندنا سؤال طبعا وصلنا عن طريق تويتر عبر هاشتاج ليالي الكويت من شراقه امل الاسم، يقول هل التطعيم يصلح لمرضى صراعه الكبد؟ التطعيم خصوص التطعيم طبعا نتكلم عن التطعيم اللي راح يوصل الكويت، لان في عده منصات للتطعيم، عده طرق، عده انواع بعد. عده انواع طبعا. نعم. النوع اللي راح يوصل الكويت ان شاء الله هذا يعتبر مثل اللقاح اللي غير حي، يعني هذا ممكن يعني ان اي واحد ياخذه بيني وبينك. حلو. بس الطريقه العلميه انه ما يؤخذ لقاح أو حتى دواء إلا بعد ما يصير في دراسات عليه على أشخاص معينين. ليش مثلا الحين إحنا نقول إن الحوامل نطرب شوية؟ لأن الدراسات الحوامل اللي كانوا في الدراسات كان عددهم قليل، تقريبا 23 وحدة. نعم. بين 43,000، فما نقدر نحكم. مو نسبة. لكن بالنسبة اللي عندهم مثلا ما يأخذون علاج ينزل المناعة it's okay. بس لازم يعرف إنه يمكن ما يستفيد منه لأن جهاز المناعة منه يمكن ما يولد أجسام مضادة. صح. بس دكتور أنت الآن لما تقول حق الناس أن نطروا شوية، في ناس تأخذها كسلبية تقول ها كأنهم مو واثقين من اللقاح هذا، شنو ردة فعلك على هالشيء؟ كلام. إحنا ناس علميين وأكاديميين، إحنا لازم الحين العصر هذا، يعني العصر الآن غير العصر لما كنت أنا طالب أدرس طب قبل 30 سنة. لما كنت قبل 30 سنة البروفيسور والأستاذ الدكتور يقول كلام يقول طق له سلام كلامك صح. أيوة. الحين لا، كلنا نقول له وين دليلك؟ أيوة. العلم صح. الطب المبني على الدليل، الطب المبني على الدليل لازم يكون في دراسة كلينيكية
تحدد الاستفادة عدم الاستفادة الأعراض الجانبية قبل لا إحنا نقول. طبعا لازم نقراها بتمعن ونناقشها وبعدين نقول إيه صح الكلام هذا صحيح كلام منطقي. طيب. إحنا ممكن نروح المرحلة اللي بعدها. طيب الناس كلها تقول وهذا هذا منطلق ال 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 الكلام اللي صار كله الأسبوعين اللي فاتوا، شركة فايزر شركة تجارية فبالتالي من مصلحتها أنها تبيع، لكن وزارة الصحة الكويتية وزارة اتحادي الشعب الكويتي. حلو. الشعب في دولة الكويت. حلو. يعني شنو، هل أنتوا تأكدتوا، هل أنتوا سويتوا بحث خاص أعرف شلون في هذا الشيء عشان الناس تطمن دكتور؟ هذا لشقين الجواب. الشق الأول أن جميع الدراسات اللي تتعلق باللقاحات اللي في الدول الغربية تشرف عليها لجان independent اللي هي مستقلة. نعم. من الـ NIH، من الـ FDA، من الـ CDC، ناس ما لهم شغل بالشركات هذه وهم يطلعون على اللي يحصل فيها ويعطون تقارير دورية. حلو. هذا واحد. اثنين، احنا بالكويت ما اعتمدنا اللقاح بين يوم وليلة. احنا اللجنة الفنية التكنيكال كوميتي اللي تكونت في نهاية شهر 6 واتخذت القرار في تقريبا نص شهر 12 بعد البحث والدراسات ومقابلة الباحثين في جميع الشركات، مو بس شركة فايزر، الشركات الصينية، الشركة حتى الشركة الروسية اللي سوت اللقاح الروسي اجتمعنا وياهم عن طريق الزوم، تناقشنا وياهم عن نتائجهم، شفنا المعلومات اللي موجودة، على أساسها توصلنا إلى شورت ليست بعدد معين من اللقاحات اللي نعتقد أن هم فعالين وأيضاً لهم درجة من الأمان. يعني بروفيسور يمكن بالمستقبل راح نشوف يمكن بالكويت أكثر من لقاح يمكن يجينا، أو طبعًا. بس إنه تم اعتماد واحد، أو لا. ممكن نشوف أكثر من لقاح. لا لا لا، راح يكون في أكثر من لقاح. حلو. حسب الاعتماد. طبعا النظام بالكويت إنه عشان يعتمد أي دواء مو بس لقاح. صح. يجب أن يعتمد في بلد المنشأ. يعني اللقاح البريطاني لازم يعتمد في بريطانيا. يعني ما تبيع لي شيء تبغى مجربة على. أيوة. جربة عندك ويجيب لي بعد. على طاري التجربة بقول لك شغلة، الدراسة اللي سوتها فايزر كانت على 43,000 شخص. حلو. في 4 دول. تمام. اللي طعموهم في بريطانيا من تقريبا 10 أيام لليوم 140,000 شخص. حلو. هذا بعد الدراسة. ها؟ يعني هذه تعتبر أيضا شريحة دراسة جدا. مو دراسة، واقعية. نتائج وشريحة بعدين. يعني. تقدر تسميه فيز فور. هذا. فيز فور يعني. فيز فور اللي هي بوست ماركتينج. بوست ماركتينج إن أنت طلع الدواء أو اللقاح وتراقبه. لأن أنت لازم تراقب أي دواء جديد أو لقاح جديد. دكتور يعني مساعة تكلمنا عن الخوف، ها؟ والخوف ليه أمس أنا واجهته ولدي سعود الله يحفظه حاشته إنفلونزا، شو يقول لي بروح المستوصف؟ قلت له روح. شو يقول لي أروح؟ قلت له روح. شو حقه ما تروح؟ راح المستوصف شيك على الدكتور قال له أخذ PCR. قال لي يبيني أخذ فحص. قلت له إيه خذ فحص. قال لي شلون؟ قلت له لا تخاف يبقى هذا إنفلونزا عادية. نعم. بس بمنطق آخر ما فيها شيء يخوفه. ليش تخافون منه؟ سؤالي جاي من منطلق الخوف إلى منطلق خوف اللقاح. حلو. أنتوا حطيتوا الجيتوي مال التسجيل، إيش كثر الناس تفاعلت؟ هل في عندكم أعداد معينة إيش كثر تم التسجيل؟ إيه في عشرات الآلاف سجلوا. وايد. إيه عشرات الآلاف. هذا بياخذني لسؤال ثاني. أنتوا أعلنتوا أن اللقاح راح يوصل متى؟ لم يعلن حتى الآن، لم يعلن رسمياً. ايه؟ لأن الشغلة في كيو. تمام. في كيو عند الشركة لأن الدول كلها تستذبح على أخذ اللقاح. طبعاً. فإحنا ما قصروا الجماعة عندنا بالكويت في وزارة الصحة أن أهما تفاعلوا من البداية وطلبوا كمية وإن شاء الله راح توصل، بس يعني هم عندهم طاقة إنتاجية معينة. صحيح. يعني أنا بعطيك مثال مثلاً على كندا مثلاً. كندا كدولة الدفعة الأولى وصلت لها 250,000 جرعة. ما تكفي. يعني ولا شيء. ما تكفي. نيويورك ستيت عدد سكانها 20 مليون. نعم. وصلهم 200,000. فهذا يعطيك شوية معلومة إن كثر إحنا راح يوصلنا. صحيح. أتوقع النسبة والتناسب بالنسبة لنا راح تكون أكثر إن شاء الله. معناته حتى اللي بيسجل ويقول لك أنا متردد ودك تقول له تردد عادي، لأن أصلا الكميات اللي بتوصل ما راح تكفي. عدل دكتور. إحنا لنا أولوية. ايه؟ إحنا نبي نحمي الخط الأول، نبي نحمي كبار السن، نبي نحمي الناس المعرضين للخطورة. يعني شخص مثلا عنده مرض قلب، عنده ربو، عنده سكر، عنده سمنة مفرطة، البي ام اي ماله إذا يعرفون البي ام اي يكون فوق 30 مثلا، هذيل الناس
هذيلا خطر عليهم، هذيلا لازم نعطيهم أولوية. طيب يعني معناته إحنا مهما سوينا كدولة الكويت، وأنا قاعد أتكلم من منطق يعني شعب، ها الكميات اللي بتجيبونها ما راح تكفي. إحنا عندنا انطباع مثلا شهر 1 2 3 4 أو لشهر 6 إحنا مطعمين، ما أعتقد راح نوصل هالمرحلة، راح تستمر أطول من ذلك. فبالتالي التسجيل ما تدري. لأن الحين في عدة شركات كبيرة، في شركة اسمها نوفا فاكس بتخلص فيز 3 مالها الحين، عندها منصة ثانية طريقة أخرى على التلقيح أو اللقاح، في شركة جي إن جي، شركة جي إن جي عندها أصلا لقاح فيز 3، عندنا أسترازينيكا الترايل مالتهم راح تخلص بأمريكا ويمكن تعتمد على نهاية شهر 1، والصين عندهم أيضا. والصين عندهم 3 لقاحات بالصين، ثلاثة والروسي، ففي لقاحات كثيرة وغير اللي موجود. يعني أنت لو تشوف التوتال مجموع كامل اللقاحات اللي قاعد 130 لقاح، غير اللقاح الهندي، غير اللقاح سو استراليا سو واحد وقفوه سو واحد ثاني الحين. فاحنا محظوظين ان عدد سكان قليل، فاذا انت عدد سكان قليل عندك فانت يعني بالسيستم اللي قاعد الان يتضبط من الاخوان ما قصروا بوزارة الصحة، ممكن تلقيح او اعطاء اللقاح لالاف الناس باليوم. بس بروفيسور الناس تقول ان الفترة اللي صارت علشان تسوي الشركة التستس والترايلز على اللقاح ما تكفي. قبل هذا الكلام العام حلو. 5 سنين 10 سنين ايش دعوه بظرف شهرين 3 اشهر خلصوا اللقاح؟ لا 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 احنا شاكين. شنو ردك على هذا؟ خوش سؤال هذا. طبعا بس قبل ان نتكلم عنه نقول ان لقاح الانفلونزا السنوي اللي كل سنه انا اخذه يسوونه ب3 اشهر. اوكي، الان ما حصل بالتاريخ ان تطلع حاله يوم 1/12 بالصين، بعدها ب40 يوم يوم 10/1/2020 يتم عمل فك الشفرة الوراثية 100% للفيروس. خلاص انحلت، هذا 50% من الشغل راح، اللي عادة ياخذ سنوات، ياخذ عشرات السنين في السابق، الحين ياخذ خلال 40 يوم. الآن النقطة الثانية، عادة دائما أقول أنا حق الطلبة لما أتكلم وياهم وهذا أقول لهم ترى عادة اللي يسوي أبحاث يعرف أن البحث 70% من البحث اللي تسويه هو انتظار تقدم أبليكيشن عشان تأخذ فلوس حق البحث، تنتظر موافقات، تنتظر تجمع ناس عشان تدخلهم بالدراسة أفراد، هذه كل الأشياء هذه كلها في وقت الكورونا انتهت. ليش انتهت؟ لأن الدول حطت مبالغ مقدمة للشركات، قالت لهم يا جماعة احنا عندنا مشكلة خلينا نحاول نحلها بالطريقة هذه، ما صار في وقت ان الواحد ينتظر عشان يحصل على اموال. الشيء الثاني، الجائحة البلدان ترست من الكورونا فبسرعة تحصل على حالات صح. فهذه الاشياء خلت الشيء سريع، بس لا ننسى ان التكنولوجيا المستخدمه مو بس انا اللي قطيت بدليه، اي ما خل عادي عادي كل يوم اقف يعني انا زين كل يوم اقف هذا الثالث يمين اصابع قلت قوي. فاذا الترايل السريعه لا تعني ان هناك طبعا في التكنولوجيا للام ار ان اي من سنه 2000 صار لها 20 سنه. حلو، انا عندي سؤالين، سؤال من الناس سؤال انا بقول تفضل. هل المصاب في كورونا وتشافى منها يقدر ياخذ اللقاح؟ يقدر ولا لازم ياخذ اللقاح؟ هو هذا السؤال من الجمهور. ايوه قال يقدر ياخذ اللقاح. يقدر ياخذ. توصيات الاي سي اي بي تقول اذا الواحد طاب نعم تو طايب يعني خلص العشرة ايام ملوته حلو يقدر ياخذ اللقاح اليوم اللي بعده، بس هو ما يحتاج. هو عنده مناعه. هو عنده مناعه تعرف على. فاحنا شنو ننصح فيه؟ ننصح انه بعد 3 شهور تاخذ اللقاح عشان ترفع مناعتك شويه. حلو. يمكن السؤال الثاني، شغله ثانيه، الناس اللي قاعد نشوفها قاعد تحط في السوشيال ميديا وصراحه تكلمنا حتى الموضوع انا وبشاري وايد انه قاعد يصير في تاليف، واحد يطلع يتكلم يقول لك والله ان هذا من الدي ان اي وهذا انا شافوا كلمه ار ان اي قالوا هذا بيلعب بجيناتك طبعا بعطيك اياه بيعطونك دواء بيلعب جيناتك. انت قام صار ضحك قام يحطون والله تقعد بعد اللقاح حاطين بني ادم تحول صار شاذي ولا واحد قام يمشي على ايده. فكلمه ار ان اي قاعد تخرعهم او الطريقه مع انها هي مجرد بيشرح نفس قبل شوي قاعد اتكلم انا معك برا. أيوة. اللي هم 3 خلايا الموجوده بالجسم صح، اللي واحده تتحسس تعرف شنو المرض صح، والثانيه تتذكر صح، والثالثه اللي تهاجم. نعم. اللقاح هذا مثل ما فهمته منك انه يدخل اللقاح بالجسم، اللي تتذكر هذه هي تشوف الشفره وتحفظها صح؟
هو عشان بس نبسطها اكثر. انا حطيتها بمستوي عشان نبسطها اكثر. الام ار ان اي هو الرساله اللي تبعثها النواه للسيتوبلازم اللي هو المحيط في النواه عشان حلو. يسوي بروتين حلو. بدال ما احنا نخلي الفيروس يدخل بالجسم يروح النواه ويحوس يسوي يحوس وهذا، احنا الرساله هذه اللي دزها من النواه الى الجهاز عمل البروتين احنا ندز له الام ار ان اي اللي هي الرساله مثل الايميل. انا كنت اقول حق ابو عبد الله قبل شويه اقول له بدال ما انت اييلك واسلم عليك ومديدي واسلم عليك، انا ممكن ابعث لك ايميل واقول لك شلونك ابو عبد الله، نفس المسج، انت عرفت ان انا موجود وانا اسلم عليك وان بيننا علاقه، نفس الفكره كانه ايميل رايح من النواه الى الجهاز عمل البروتين بدون ما يدخل الخليه بالطريقه. يعني الفكره كلها ان انا عرفت او درست الخلايا ملوتي دربتها وعلمتها ان الفيروس شكله كذي راح يجيب هالطريقه راح يسوي كذي قبل لا تلتقي معاه وهبوي 100% صحيح. بس هذا حدا كله حاطين هاشتاج اللي بيسال هاشتاج اندرسكور الكويت اللي عنده اي سؤال حق بروفيسور خالد سعيد يقدر يسالنا بسرعه. في عندي سؤال يقول هل لازم اسوي تحليل عشان اعرف اذا فيني اي حساسيه قبل ما اسجل حق التطعيم؟ لان انتم اعتقد الجيت واي يقول ان صح. فيك كذي فيك كذي فيك كذي. نعم سؤال ممتاز جدا. الناس الوحيدين طبعا ليش السؤال هذا طلع؟ لان كان في شخصين لما بدوا التطعيم في بريطانيا صار عندهم حساسيه مفرطه. طلعوا الشخصين هذيلا يستخدمون شيء يسمونه ايبي بن اللي هو الجهاز اللي اذا واحد صار فيه حساسيه وتعب حيل يطق روحه، فهم عارفين انهم فيهم بس ما قالوا حق احد. ما قالوا. فالناس الوحيدين يعني اساسا اللي يجب ان يبلغون ويعطون معلومات اللي هو يدري شنو الايبي بن، لان الايبي بن هذا انا مرضاي مثلا عندي بالعياده اللي فيه حساسيه مفرطه اوريه عندي موجود اقول له هذا راح اكتب لك اياه تروح تجيبه تخليه عندك في البيت. اللي عنده الايبي بن هذا ما يقدر يطعم في الوقت الحالي مع لقاح فايزر مو لقاحات الاخرى. أي. لكن اللي عنده نشلة حساسية جيوب ما ربو ما له علاقة. طيب الحين أبي أرجع مرة ثانية وأرد أسألك. أنت تقول أن الجيت واي الموجود أن فيه شغلات عن الصحة، أكو ناس ما يدرون هذا فيهم، معناتها هل أنتم قاعد تنصحون الناس يسوون فحوصات علشان يعرفون شنو اللي فيهم عشان لما يقدمون معلومة تكون صحيحة؟ لأن أنتم حاطين وورنينج أن غير مسؤولة وهذا هذا اللي سوى ضجة وأنتم شرحتوها بعدين. نعم هو الله يسلمك أغلب الناس اللي عنده سكر عنده ضغط هو يدري تمام. احنا مو قاعدين نقول أن أنت إذا فيك لا تيجي، لا قاعد نقول لا إذا فيك أنت سجل بسرعة لأنك أنت تحتاج. الشيء الثاني في نظام الـ HIS هذا اللي موجود في وزارة الصحة الكمبيوترايزد راح يصير كروس ريفرنس بحيث انه حتى انت لو ما تقول راح يبين. اوكي اوكي في سؤال من اخونا حسين العوضي على الهاشتاج مال ليالي الكويت، هل صحيح ان استراليا اوقفت استخدام التلقيح وان سويسرا امتنعت عن استخدام اللقاح؟ طبعا اول شيء نقوله ان خلط المعلومات والاخبار وتحريفها مع النقل مو زين. طيب اللي صار ان جامعه كوينزلاند في استراليا كانت قاعده تسوي لقاح، وحتى يعني من الناس اللي كان بيننا تواصل وياهم اللقاح مالهم طلع يسوي اجسام مضاده تبين ان الشخص كانه مصاب في الايدز من قبل بس بالفحص، يعني ما في ايدز هو لان طريقه التكنولوجي مالتهم والمنصه اللي هم بروحهم هم اللي مسوينها ماكو احد غيرهم يسويها سوت الشيء هذا، فهم قالوا لا خلاص احنا ما نقدر نكمل وقفوا. وهذا يعطيك ترى لان هذا السؤال منتشر وايد على السوشيال ميديا اليوم الخبر قاعد تداوله، بس هذا يعطيك شغله مهمه ان في مصداقيه صحيح ان العلماء مو تجاره، يعني صار عندهم مشكله بالتشخيص او مشكله بالديتكتنج اللي يعرفون الشغله طبعًا. فوقفوا شغلهم كله قالوا احنا مكملين. طبعا بالنسبه لاوروبا اوروبا الان امس رئيس الوزراء الايطالي واليوم اعتقد في المانيا او واحده من الدول الاوروبيه قاعد يحث دولته ان يلا بسرعه اعتمدوا اللقاح لان الناس قاعد يموتون، ودش على رويترز امس حاطين الخبر هذا صحيح. فعشان كذي الاخبار اللي تنقل، انا زين ان الاخ سال السؤال هذا عشان نوضح للناس ان مع النقل بالسوشيال ميديا في اخبار تتحرف صدفه
بدون أي تعمد، لا بس في قلة قليلة من الناس اللي يحرفون، وللأسف هذه قاعدة تنتشر. فأنا أقول لكم يعني أن اللي عنده سؤال يسأل، يسألني، يسأل الآخرين. إحنا كلنا عندنا تويتر أكاونت وعندنا إنستغرام أكاونت وعن طريق إذاعة الكويت وتلفزيون الكويت. طيب الحين خذوا اللقاح، بدأت الحملة، الناس بدأت تأخذ اللقاح، يصخون كمام الناس يقطونه اللي خذوا اللقاح؟ سؤال ممتاز. الآن أسئلتي عجيبة. سؤال ممتاز. لا لا، هذه الأسئلة اللي هي أقوم أنا أقوم هي المحك. هذه أسئلة المحك. أي أولاً اللقاح، ما في لقاح بالعالم 100% صح افكتيف صح، فانت ما تدري منو، اول شيء ما تدري منو خذه منو منو ما خذه، فانت لازم تلبس عشان تحمي نفسك صح وتحميهم. الشيء الثاني، اللقاح مو افكتيف 100%. ثلاثه، في ناس مناعتهم ضعيفه ممكن حتى لو ما اخذ اللقاح صح. احنا عندنا دراسات على بعض انواع المرضى اللي كانوا ياخذون لقاحات قبل، لقاحات معروفه تسبب مناعه قويه، لكن هذيل لما يكون على علاج كيماوي مثلا جسمه ما يسوي نفس المناعه صح. فانت لازم تحميه. شوف نظام اللقاح مثل التامين التكافلي، انت يمكن تدفع فلوس بس تقول انا ما راح اسوي حادث، انا عمري ما سويت حادث، بس انت لازم تدخل في النظام التكافلي هذا صح. عشان تحمي غيرك صح. فلازم يكون الفكر الجماعي هو الاساس، وهو اساس اللقاح وليس الفرديه. اللي اذا واحد بيفكر بنفسه عمره ما يعني صحيح. تقنعه انه هو ياخذ اللقاح. ترى الاسئله هذه جايه من الناس، ما من عندي ولا شيء، انا احنا احنا مع الناس في الاسئله مع فريق الاعداد ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. السؤال متوص. اللي بعده تفضل. شنو سالفه اللي ما ياخذ اللقاح ما يسافر؟ هو مو ما يسافر الآن لازم تعرف أن العالم صار قرية واحدة. أنت بتسافر، يمكن بتسافر من الكويت تبي تروح البحرين، يمكن بسيارتك تعبر الحدود تروح البحرين ما حد راح يسألك، لكن أنت بتركب الطيارة بتروح الحج. إحنا مو كل سنة نطعم عشان نروح الحج صح. شنو فرق؟ ها نفس الشيء، قاعد تأخذ تطعيمين أنت حق الحج، تطعيم السحايا وتطعيم الإنفلونزا صح. نفس الفكرة، ما حد اعترض وكل الناس يأخذون. في بعض شركات الطيران وبعض الدول قالت يبا مثل ما الحين منعوا، الحين لو رحت تاخذ فيزا لدوله اوروبيه ما يعطيك صح، ما تقدر تفرض عليه، باكر هو راح يقول لك انت ايش حقه تنقل لي المرض، تبي تاخذ فيزا تزورني اخذ اللقاح. هذا دكتور ريفرس سايكولوجي مالت الناس، قالوا ها يبون قصب طيب يعطونا اللقاح علشان نسافر، لا ما احنا ماخذينه. اي قلت لك، قاعد اقول لك هذا هاي توجه الناس. تعودت انا، تعودت ترى قاعد اسمع الكلام هذا كل يوم. وانا في نوعين من الناس، في نوع من الناس الاغلبيه اللي يبي الجواب الصح، تقعد وياه وتشرح له وكل شيء، وفي واحد لا هو يبي العكس. كيف عاد هو هذا مهما تسوي ماكو فايده. في عندنا سؤال من اختنا واضحه من هاشتاج ليال الكويت، تقول ابوي فيه سكر وضغط وخايف من اللقاح. هذا ابوك اللي فيه سكر وضغط عنده ثلاث عوامل تخليه لازم ياخذ اللقاح، لازم ياخذ لمصلحته، ويمكن يكون من اول الناس ياخذون لو قدم عمره، اتوقع عمره يعني. اثنين سكر، ثلاثه ضغط. نعم. ويمكن يكون اوفر ويت، وزنه زياده، فهذه اربع عوامل من الاحصائيات العالميه والاحصائيات بالكويت ان الشخص هذا اذا اصاب الكورونا احتمال كبير يدخل المستشفى. حلو. ويصير له مضاعفات، فلازم الواحد الناس هذيله يعني حتى لو انت ما تبي تطعم لانك انت صغير وشباب وعلى قولتهم يعني صارت الايام، صار الايام كل واحد يقول لك انا صغير ما تاثر، وصار بعدين اكثر الاصابات بامريكا وغيرها كلها صغار صار وماتوا. اي وفي ناس ماتوا يعني صح. يعني حرام يعني ان انسان يفقد حياته بسبب خوف غير مبرر. معناته اللي في ضغط وسكر وعمره يعني شويه اولويه، أولوية يعني أنا قصدي أولوية لنعيد حقهم كل شيء. دكتور ما تطعمونا قبلي، أنا ويا بعض مع بعض واحدة الحين الناس دزت. منو اللي قاعد يراجع الداتا دكتور؟ يعني قاعد تشوفونها منو صدق؟ يعني شوف والله شوف يعني أقول لك أنا يعني في سيجريجيشن قاعد يصير عندكم أن يعني هذا أول، هذا واحد، هذا اثنين، في تيمز قاعد تشتغل، فرق قاعد تفرز. إي في شوف هو يعني أنت ما تتخيل، مو بس وزارة الصحة يعني وزارات كلها يعني احنا لما صار وقت الحظر حتى الجمعيات صار عندهم سيستم وصار كل شيء اونلاين. ترى العمل اللي صار اخر 9 شهور يمكن 10 شهور هذا عمل رهيب، فلا تستغرب ان الشباب قاعد يشتغلون، وزارة الصحة فرق تشتغل، اللي يشتغل على مركز اللقاح، اللي يشتغل في المستشفيات الميدانية، اللي يشتغل ترى يعني صراحة يعني نحييهم من المكان هذا. والله احنا اللي نحييهم. اي والله نحييهم، لان اللي سويتوه شغل جبار،
وتشكرون عليه صراحة، يعني ولا طعنا في الباجين في الصفوف الأولى، ولكن الصحة فعلا يعني أكثر شيء أنا يأثر فيني دكتور، لما الدكتور يدخل على مريض ويدري هذا ممكن يعديه ويموت ومع ذلك يدخل. نعم نعم. عرفت شلون؟ نعم. هذه هي التضحية. نعم. دكتور بك، عندي سؤال على موضوع خبر طلع بالوسائل الأنباء وانتشر بالسوشيال ميديا. بريطانيا لقوا فيروس كورونا جديد، غير أو تحور جيني للفيروس أو كذا أو كذا، طلع حكي وايد والناس قاعدة تخوف تقول هذا اللقاح الحين الأول طلع الثاني شلون نلحق عليه؟ أبيك بس تقول النظرية، أنا عندي إجابة بس أبيك تقول إجابة. لا لا، هو شيء طبيعي أن الفيروسات والميكروبات وحتى الحيوانات يصير فيها طفرات وراثية. حلو. الآن اللي صار مو واحدة، اللي صار وايد طفرات، بس اللي اشتهروا ثلاث، اللي صارت في أمريكا واللي صارت في الدنمارك واللي صارت في بريطانيا، ولا واحدة فيهم ثبت أنها تزيد من شدة المرض أو يعني تمنع الاستفادة من اللقاح أو من العلاج. وبالعكس يعني لو تسأل المختصين يقول لك أوكي عادي، حتى لو تطلع سلالة جديدة فيها إحنا مستعدين نسوي نغير في اللقاح، لأنه صار خريطة واحدة بس غير فيها شيء بسيط، شفرة واحدة، شفرة تغير الشفرة بس، فمو شيء خوف. الحين إحنا صرنا يعني شوف اللي صار باكتشاف الطريقة الجديدة للقاحات، مو جديدة يعني أكثر من نوع، يعني بالعكس مو نوع واحد، خلانا نرتاح إن حتى لو يصير في وباء بالمستقبل شيء ثاني رد الفعل راح يعرف يتعامل وياه. دكتور، في دكاترة جلدية طلعوا يحذرون من أعراض يسببها اللقاح، شنو تعليقك؟ أنا تعليقي عادة إنه يعني دائما حتى لو أنا أتكلم، أنا متخصص، لو أتكلم شيء لازم تقول لي شنو دليلك. صحيح. ما يصير دكتور بس لأن دكتور يطلع ويقول والله أنا ما أدري، يعني أنا ما أدري من الطبيب الجلدية اللي قال شذي أو أطباء الجلدية، بس أعتقد أنه يعني الأطباء ينأون بنفسهم عن نقل معلومات غير صحيحة. حلو. زين دكتور، أنا عندي سؤال يمكن مصوب على سؤالي الأخير، اللي هو لوجستيا هل احنا جاهزين؟ هل نعرف نسمع انه نحتاج ماينس كم قالوا؟ ماينس 70 ماينس 70 فارنهايت ولا لا سنتيغريد؟ سنتيغريد يعني اوكي، ماينس 70 سلسيه. احنا جاهزين؟ احنا عندنا ما عندنا ثلاجه، عندنا ثلاجه كذي. انا خفت صراحه، قاعد جاي يقول شلون بيجيبونه؟ عندنا ثلاجات كذي طبعا، لان المختبرات يكون فيها عاده حفظ الادويه، حفظ طبعا الدي ان اي مو شيء جديد هذا، احنا لما كنا نشتغل في المختبرات قبل في نسوي الابحاث عندنا مو شيء، مو ثلاجه، عندنا شيء يسمونه ووك ان فريج ماينس 70، تلبس تشتغل داخل عشان تروح تسوي الاكسبيرمنت داخل. حلو. ف شيء مهم ان الناس لازم يعرفونه، ان في الوزاره في توزيع عمل، يعني احنا التكنيكال كوميتي اللجنه الفنيه في لجنه هي مسؤوله عن اللوجيستكس، والجماعه قاعد يشتغلون على قدم الوساق في ارض المعارض، وحسب علمي في ثلاجات ماينس 70 مو بس واحده، اكثر من واحده. بس احب اطمنكم انه يعني اللقاح مو الا كله على طول ماينس 70 ترى، ها يعني هو يقعد 6 شهور ماينس 70 بس يقعد 5 ايام برا في الثلاجه العاديه. حلو. اوكي، اللي هي 4 ديجريز 4 درجات، ويقعد 6 ساعات برا. فانت اذا تاخذ اللقاح ما راح ياخذونه ماينس 70 يطقونك اياه، لا راح ياخذونه قبلها بيوم او يومين، ينحط بالثلاجه الماينس اللي هي 4 درجات، يذوب ويصير جاهز، بعدين لما الصبح يحطونه برا، بعدين يضيفون له المحلول عشان يصير درجه حراره جسمك لما تاخذه ما تحس فيه. حلو. والجرعه صغيره حيل ترى، ها احنا الجرعات اللي بنجيبها دبل، معناته واحد اللي ياخذ جرعه بعدين ياخذ جرعه ثانيه، لازم ياخذ جرعتين. متى الجرعه الثانيه؟ بعد 3 اسابيع. بعد 3 اسابيع بلس ماينس كم يوم، يعني اذا انت عندك ظروف، يعني حسب التوصيات يقول لك من 17 ل 21 22 يوم. في عندي شو اسمه، في عندي سؤال من تويتر على الهاشتاج ام علاوي، وحاطه صوره موناليزا. الله يهداك ام علاوي، صوره موناليزا عفست الدنيا ام علاوي. بس خوش سؤال، تقول دكتور عندكم اختلاف بالراي بين من هم عندهم زراعه كلى ومرضى السرطان بالنسبه للتطعيم، لاني سمعت كذا راي من كذا دكتور، بعضهم مؤيد وبعضهم رافض. الدليل صح؟ الدليل الآن الآن هذا مو حي، اللقاح مو حي، ولا يمكن أن أنت تنقله لشخص آخر. اللي راح يصير أن الناس اللي عندهم نقص مناعة بسبب
أدوية زراعة الأعضاء أو بسبب هذا، في نهاية الأمر يمكن ما يستجيب جسمه، مو لأنه راح يضره، لا يمكن ما يستجيب. فاللي أقترحه أنا عادة أن إذا في شخص مثلا توه مسوي زراعة أعضاء ومناعته نازلة حيل، أن المحيطين فيه اللي يتعاملون وياه إخوانه النيرس اللي تشتغل وياه وهذا، أن أهما يأخذون اللقاح عشان ما ينقلون له المرض. صح، بس ما في خطر عليه أصلا. الدراسة اللي صارت على 43,000 كان فيها 201 فيهم إيدز، يعني نقص مناعة مكتسب عادي وعده ولا كان أي. ما راح يصير شيء. باخذ السؤال من إجاباتك أنت كله، تقول عطوني الدليل عطوني الدليل عطوني الدليل. شنو الدليل أن هذا اللقاح فعال؟ الدليل أن فيز 3 بالدراسة هذه خذوا تقريبا 43,000 في عدة مراكز في دول مختلفة، نصهم عطوهم اللقاح الحقيقي والنص الثاني عطوهم ماي، ما حد يدري شنو قاعد يأخذون. لا المريض يعرف ولا اللي عطاه يعرف ولا اللي حلل المعلومات يعرف، في لجنة برا هي اللي تعرف. لقوا أن الناس اللي خذوا اللقاح حماهم 95%، يعني عدد الناس في المجموعة اللي فيها اللقاح وأصيبوا اللقاح الحقيقي كان عددهم قليل جدا، تقريبا 8 أشخاص مقارنة في أكثر من 90 شخص في اللي ما أخذوا اللقاح. فبحسبة رياضية معينة يطلع لك الإفكاسي اللي هي الفعالية مات اللقاح. المعلومة الزينة المهمة أن أنت حتى لما تأخذ الجرعة الأولى مع لقاح فايزر نتكلم، الجرعة الأولى بعدها بأسبوعين عندك حماية 50%. دكتور أنا بعطيك السؤال وخش سؤال من دكتورة سهام العبد الله طرحتها بنفس الوقت، هذا السؤال أيضا يعني أوجه حق رأس الهرم دكتور باس الياري. إنزين الآن الدكاترة يتحجون ويعفسون الدنيا بعضهم مثل ما أنت قلت، عطوني الدليل، ما في دليل طبعا. هي تقول يجب على وزارة الصحة أن تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يحرف الأخبار ويشوه المعلومات اللي تخص اللقاح، لأن البعض لا يفقه في أسس البحث العلمي ويفتي على كيفه ويخوف الناس، لأن صارت حملة كبيرة والناس هسترت على وزارة الصحة بسبب أن كل واحد قاعد يأخذ كلام من مصدر يعرفه كدكتور لكن هو مو مبني على أسس علمية مثل ما تفضلت. طبعاً. فليش الوزارة ما تتخذ موقف قوي في هذا الشيء خصوصا بالفترة هذه؟ طبعاً أنا أنقل كلامك هذا للوزارة، المسؤولين في الوزارة، إن إحنا يجب، يمكن في أطباء ينقلون على حسن نية لكن لازم توعيتهم. يعني إحنا شنو قاعد نسوي حاليا؟ إحنا مو بس نوعي الأفراد في المجتمع المواطنين الوافدين، حتى الأطباء نسوي محاضرات للأطباء، ردة الفعل ممتازة لأن يتصلون في بعدها بيوم يقولوا لي ترى إحنا كان عندنا أسئلة بالنا بس إحنا مشغولين في الشغل مو قادرين نبحثها. صح. فأنت جاوبت لنا عليها. فعشان كذي بس لازم إحنا نعرف إنه يعني ما يصير، مو كل الناس نفس الشيء. صحيح. أكيد في أقلية. بس الوزارة ما فيها حيل إن هي تصير ديفنسيف دائما، ترد وتجاوب وتجاوب وتجاوب. الناس هذه لازم تبدي الطخ، أنت ما تقدر توقفها إلا لما تتخذ إجراءات. يا جماعة هذا شيء يخص بلد مو قشمرة، العالم كله رايح للاتجاه. فأنتوا إذا ما توقفون. الشعب الكويتي ما قطع كلامك، الشعب الكويتي ذكي، شوي شوي يبدون يعرفون. أنت تلاحظ يعني قبل أسبوعين قبل لا تبدأ نطلع ونتكلم عن الموضوع هذا كان اللي ضد اللقاح هم اللي تارسين السوشيال ميديا. صح. ومعلومات غلط. صح. الآن راح تشوف فيديوهات تجيلك من أخصائيين من استشاريين كويتيين ووافدين يتكلم من منطق ويقول لك يبقى هذه المعلومة الصحيحة وأنا موجود، أنا مو برا البلد، عندك سؤال تعال اسألني. مو معنى أن واحد يطلع في فيديو يتكلم إنجليزي جايبين فيديو ما أدري منين أن هذا عالم أو هذا شخص متخصص، أنت أصلا ما تدري شو مؤهلاته ولا واحد فيهم أصلا يقول مؤهلاته أو تأكد من مؤهلاته. في بعض مرات أنا دش أسوي سيرش أحاول أشوف هذا من الشخص هذا اللي يتكلم، ماكو شيء، ماكو، لا دزولي هذا البلجيكي الدكتور، قلت لهم يا جماعة ترى قاعد يقرأ الخبر، يبين من عيونه قاعد يطالع الكاميرا ويقرأ، جاي يقول لا اسمع كلامه قبل اللقاء، قلت لهم يا جماعة والله قاعد يقرأ. منو هذا؟ هل هو يمثل الحكومة اللي قاعد يتكلم؟ أي واحد يابو ممثل لبسه على قولتهم. تذكر مرة لما أنا شفتها والله خوش منطق، كان خوش وقت كورونا، إنه طلع واحد كان يقول يا جماعة أنا أقول لكم كورونا
قاتل و و و ولابس دكتور عشان يقول وحبيت اني اقول لكم اخر شيء يبا هاي السماعات مو لي هذا اللبس مو لي انا حبيت اقول لكم الاشاعه شلون تطلع لابسه بس اقول الاشاعه شلون تطلع وتتداول يعني عرف شلون مو بس بالطب كل شيء كل شيء في سؤال انا طبعا عن طريق تويتر في هاشتاج ليل الكويت شلون واحد يقول شلون اعرف ان جسمي استجاب للقاح وراح راح يستفيد منه هل راح يبين والله اسئله صراحه هذا سؤالك ممتاز سؤال مو بس هو انا سؤالي اقوى ممتاز ما راح تعرف الا بالفحص وحتى الفحص هم بعد ما يقدر يعطيك فانت لازم نذكر مره ثانيه نرجع نقول ان عمليه اخذ اللقاح هي عمليه جماعيه مو الا انت تستجيب اذا الاغلبيه استجابوا فانت في النهايه فايز يعني في النهايه حتى لو ما جسمك ما يستجيب بروفيسور استمتعنا والله والله انا اكثر يعني صدق انا كنت متوقع 10 دقائق طالع الحين ما شاء الله ترى ساعه الا ربع احنا قاعد نهدر وياك عندنا اي والله وهم للحين ما خلصنا طبعا كل الشكر بروفيسور خالد السعيد عضو اللجنه الاستشاريه الكورونا وعضو لجنه لقاح الكورونا ترى مشكور على سعه صدرك ما قصرت مشكور اجبت على اجابه على اسئله كثيره من الناس وان شاء الله يكون الناس استفادت وتبدي تسجل وان شاء الله اليوم يجيكم 100,000 على الجيت واي مال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تهد هد الموضوع علينا يبك 1,300,000 على الراحه اصبر عليك مشكورين مشكورين ما قصرتوا صراحه ما قصرتوا على حسن الاستضافه والله دكتور اتمنى بعد اللقاء بس لو بس تعطي من وقتك شوي تتابع هاشتاج ليالي الكويت ما قدرنا نغطي كل الاسئله لو تقدر بس احد يتجاوب معاهم يجاوبهم عشان يطمنهم لان كل واحد عنده سؤال يخصه طبعا فاتمنى منك ان شو اسمه على راسي الله يطول لي عمرك مشكور بعد الفاصل راح يكون عندنا راح ننتقي بزميلنا أخونا صلاح الجماز استشاري السلوك الاستهلاكي نبي نعرف سالفة مصرف البيت عند منو تكون أفضل وين عند الأبو ولا عند الأم وليش بنسولف سوالف ثانية يعني بتفاصيلها لكن أيضا قبلها في تقرير بنتكلم فيه ماكو عن الكرش قال لي ماكو هونوا هونا قدمت احتجاج يبا هو خلاص يبا على شان وليد يبا الاعداد سعود الرمح يقول خلاص يبا وليد رفع الرايه ايه لاني كنت بضرب المثال في بوليد عن الكرش انا يا التقرير قلت له بلا لك وجه يقول لا يبا انت شلون تجي تحتج من ورا ظهري وانا ما ادري ترى احتجيت بغمزه وطالع بس اعطيت غمزه خوش مثال انت والله العظيم شنو خوش مثال طلع والله اكشر بوليد علي انا امشي يسري انا سعود اخويا يبا كرش هيبه ها هيبه اشوفك متشفت كذي واضح خاش كل شيء مرتاح مستانس حق اللشته زين التقرير مال الكرش الاسبوع الجاي بنخشه اذا بوليد مو موجود انا بتكلم فيه بروحنا بعد الفاصل مع اخونا صلاح الجيماز استشاري السلوك الاستهلاكي خلكم معنا في ليالي الكويت على تلفزيون الكويت